بلغت الأزمة السياسية في العراق ذروتها في نهاية أغسطس آب الماضي عندما اندلعت اشتباكات مسلحة داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، ثم ما لبثت أن علقت معظم القوى السياسية أنشطتها وتصريحاتها الإعلامية خلال الأيام الأخيرة التي رافقت مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين التي انتهت السبت الفائت، ليأتي بيان رئيس مجلس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي مؤكدا على أن العراق يمر بأزمة سياسية قد تكون الأصعب منذ عام 2003. مع كل يوم يمر على العراق تزداد مشاكله لأسباب كثيرة، منها إقليمية وأخرى داخلية. لتبقى السمة الأبرز في المشهد حالة الانسداد السياسي الذي بات سيد الموقف مع وجود عقبات كبيرة تعترض كسر الجمود بين القوى السياسية. وفي ظل وجود هذا الكم الكبير من الاحتقان، تتأرجح التحليلات بين استمرار التهدئة أو تصاعد الصراع بين التيار الصدري من جهة والإطار التنسيقي الذي يضم جميع الكتل السياسية الشيعية الأخرى من جهة ثانية. ويترقب العراقيون ما ستؤول إليه الأوضاع السياسية المتأزمة بعد انتهاء التهدئة التي شهدتها الأيام الأخيرة خلال مراسم زيارة الأربعين لدى الشيعة. وبلغت الأزمة السياسية ذروتها في نهاية أغسطس آب الماضي عندما اندلعت اشتباكات مسلحة داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، ثم ما لبثت أن علقت معظم القوى السياسية أنشطتها وتصريحاتها الإعلامية خلال الأيام الأخيرة التي رافقت مراسم زيارة أربعينية الحسين التي انتهت السبت الفائت، ليأتي بيان رئيس مجلس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي مؤكدا على أن العراق يمر بأزمة سياسية قد تكون الأصعب منذ عام 2003. فهل باتت الشرعية الدستورية في العراق على المحك؟ إن هذا التساؤل لابد أن يسترعي انتباه كل ذي لب وبصيرة، لأنه مرتبط ليس فقط بتطورات الأحداث السياسية السريعة المتلاحقة التي تعقد المشهد العراقي جاعلة من الانسداد السياسي أمرا واقعا لمدة زمنية غير مبررة إطلاقا في نظام سياسي يفترض أن يكون ديمقراطيا مدده الدستورية حتمية وليس الظرفية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى من الضروري بل ومن الواجب الوطني للمسؤولين عن الدولة العراقية جميعا أن يتحلوا بالمسؤولية وبالإيثار وبقدرة التجديد والإبداع، ومن ضمنها مواكبة التغييرات الهيكلية البنيوية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية بل والجيوستراتيجية والتكيف معها وصولا لعراق سيادي مستقل عزيز الجانب. ولا يخفى على الشعب العراقي الصابر المقتدر أن العراق يمر بأزمة سياسية قد تكون من أصعب الأزمات بعد 2003، ولكن لدينا أمل وعزيمة لإيجاد حلول لتجاوز هذه الأزمة من أجل العبور والمضي نحو عراق آمن ومستقر على حد وصف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. ووجه الكاظمي نداء إلى جميع القوى السياسية قائلاً: دعونا نستلهم من هذه المناسبة الأربعينية وأن نضع العراق والعراقيين في نصب أعيننا. العراق والعراقيون يستحقون أن نضحي من أجلهم، فالعراق أمانة في أعناق الجميع. بلاد الرافدين تعيش منذ 11 شهرا شللا سياسيا تاما منذ الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الأول أكتوبر 2021، ولم تفضي مفاوضات تواصلت بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس لحكومة جديدة، ثم تصاعدت الخلافات لتتفجر عنفا نهاية الشهر الماضي في مواجهات مسلحة بين أنصار التيار الصدري ومؤيدي القوى السياسية الموالية لإيران أسفرت عن سقوط 30 قتيلا. فهل يواجه العراق أصعب أزماته؟ تحية عطيرة مشاهدينا الكرام، يسعدني أن أرحب بضيوف حلقة الليلة مع من واشنطن دكتور نزار حيدر مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن، ومن دهوك الأستاذ سامي ريجاني محلل سياسي، ومن بغداد الأستاذ غازي اللامي باحث في الشأن السياسي. ضيوف الكرام أهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة الليلة.
أستاذ غازي اللامي، اسمح لي لو أبدأ سؤال حلقة الليلة من لدنك. هل بالفعل الآن العراق أمام أصعب أزمة منذ عام 2003؟ وإن كان الجواب بنعم، لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك سيد، تحية أخرى إلى الضيفين الكريمين وإلى المشاهدين لك. يا أهلا وسهلا. حقيقة بعد انتخاب عسير صعب قاسي بعد الانتخاب انتهاء الانتخابات الأخيرة التي كنا نعول عليها بأن انتخابات الفرصة الذهبية التي ستغير المشهد السياسي نحو الأحسن ونحو الأفضل لسنين إجاف مرت على أبناء الشعب العراقي، 19 عام تحمل فيها الشعب العراقي كثير من المآسي والكثير من يعني الظلم وكثير من الإخفاقات، ولم تنجح الحكومات المتوالية بعد عام 2003 ولحد هذه اللحظة على تحقيق برامجها التي أوعدت الجماهير العراقية والمجتمع العراقي بأنها جاءت تنقذه من حالة الظلم والقهر، ولكنها كانت أسوأ وكانت لا تستطيع أن تنفذ ولو مبدأ واحدا من مفردات برنامجها التي جاءت، وكأنه برامج وردية تحاول أن تناغم يعني مشاعر أبناء الشعب العراقي، ولكن الأيام قد كشفت أن هذه الحكومات هي فاشلة في تحقيق ما تريد، وجاءت لتحقيق مصالح خاصة، مصالح يعني الأحزاب والكتل والتيارات التي استلمت سدة الحكم، وبالتالي قد أخفقت يعني بشكل كبير، وبالتالي فقدت ثقة المواطن والعراقي بهذه الحكومات وبهذه الأحزاب مجتمعة. واليوم ما يعني هذا الوضع الذي يمر به العراق هو امتداد لكل هذه الأزمات لكل هذه الإخفاقات، ووصلنا إلى الزجاجة، وهذا الإخفاق اليوم أصبح واضح للقاصي والداني بأن هناك إرادات خارجية وإرادات داخلية تعمل بشكل فعال ومؤثر على تقديم المشهد السياسي وتحجيمه، وأن تبقى الأمور كما هي أفضل من الذهاب إلى أمور أخرى قد يتصوروها السياسيون بأنها قد لا تخدم مصالحهم، وبالتالي ستكون عملية كشف المستور لهذه الأحزاب والحكومات. اليوم نعم هذا مثل ما أشار جنابك الكريم أنه هذا يعني أسوأ ظرف يمر به العراقيين بعد عام 2003 في الجانب السياسي هو هذا الإخفاق الكبير، هذا عدم التوافق وعدم التوحد، وبالتالي عملية يعني التقاطع السياسي ما بين الكتل، وبالتالي كأنهم في وادي والشعب العراقي في وادي آخر. كنا نتمنى أن تكون هناك وقفة وطنية صحوة الضمير، وبالتالي لكن للأسف الشديد لاحظنا أنه المصلحة الخاصة والمصلحة الحزبية هي السائدة اليوم، وبالتالي هذه يعني في تقرير ما بقت هذه الأمور أن سنصل إلى يعني موضوع خطر جدا، أنه الإرادات والأمنيات الحزبية هي فوق كل المسميات. نعم. أستاذ سامي رجاني، يعني بالفعل هل هذه الأزمة منذ عام 2003 هي الأخطر على المشهد العراقي؟ وأن كان ذلك موجود، ما تداعيات هذا الأمر؟ هل قبل كل شيء مرحبا. نعم. أهلا بك. يا أهلا بك، تفضل. مرحبا جوابي ضيوف والمشاهدين وقناة اليوم. من الطبيعي أن الواقع العراقي وتشكلها بعد 2003 يجب أن نكون واقعيين، هي جاءت نتيجة لتغيرات أقليمية ودولية، وهذه النتائج انعكست على الواقع العراقي، وتشكل الحالة العراقية والنظام العراقي بعد 2003 ولحد الآن هي جاءت من جهات خارجية وفرضت إرادتها على الواقع العراقي، خاصة يجب أن لا ننسى بين الدور الأكبر والذي تشكل أو كان له اليد الطولة في تشكيل الواقع العراقي كانت هي بتوافق أمريكي وإيراني مع التنافر في المصالح على مستويات متعددة في المنطقة وعلى المستوى العالمي، ولكن بالذات بالنقطة العراقية كان هناك التوافق، ولحد الآن وأؤكد على هذا بأن حتى في هذه الأسوأ المرحلة هي نوع من كان هناك نوع من التوظيف الواقع العراقي للضغط بين المشروع أو الضغط الأمريكي على إيران وكذلك إيران للحصول على موطئ يكون لها ولمصالحها يعني خطوة متقدمة في الساحة العراقية تتناسب مع نوع الصراعات الدائرة على المستوى العالمي والمستوى الإقليمي. لذلك ولحد الآن أنا باعتقادي دائما كانت هناك
التناغم الداخلي العراقي كانت تتوافق أو لا تتوافق وفق التناغمات الأقليمية والدولية، وبالدرجة الأولى ما بين المصالح الأمريكية والإيرانية. وأنا باعتقادي كانت لحد 2011 كان هناك تناغم من 2003 ل 2011 تقريبا، ولكن بعد هذه المرحلة خاصة بعد الانسحاب الأمريكي والتعويل الأمريكي أيضا بالذات على إيران، ويعني هي التي تركت لإيران أن وخولها للمحافظة على التعويل. يعني أستاذ سامي، يعني تقصد بأن هناك اتفاق مبطن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في الساحة العراقية، هذا ما تريد أن إلى درجة ما؟ لا نقول، ولكن يجب أن نفهم بأن النقاط دائما بالنسبة للدول العظمى هي لا تلجأ إلى مواجهة حقيقية، مواجهة مثلا مسلحة، دائما تلجأ إلى نقاط أخرى وهي العمل على بعض النقاط لكسب بعض النقاط، ولكن مع إبقاء حبل الوصل ما بين الأطراف، الأعداء وكذلك الأصدقاء. أيضا النظام الدولي تغير، ليس هي كما كان سابقا، كان هناك توجهين اقتصاديين على المستوى العالمي، ولكن الآن هي الأنظمة كلها تعمل ضمن النظام العالمي الرأسمالي، لذلك طبيعة الصراعات وطبيعة العداوات وطبيعة الصداقة في نفس الوقت هي تتعرض لبعض الضعف في مناطق، ولكن على نقاط أخرى يكون هناك تقارب بل هناك تواصل مستمر، سواء كان مبطنا استخباراتيا أو كان على مستوى الاقتصادي، ولكن على مستوى السياسي ربما يكون هناك عدم تناغم. لذلك طبيعة الرأسمالية والعمل وطبيعة الصراع وفق النظام الرأسمالي هي التي تتحتم على الأطراف أن تكون نوع الصراع وفق هذه التشكيلة الجديدة. يعني ليس هناك عداوة شاملة متكاملة، ولكن هناك بعض النقاط التي لا يتوافقون على. طيب خلينا نأجل النقاط حتى لا أطيل على الدكتور نزار أيضا. أستاذ سامي اسمح لي، دكتور نزار حيدر، يعني في ظل هذا الحديث عن الأزمة الأصعب، دعني أسألك من وجهة نظرك، أين ترى عقدة المنشار في المشهد الحالة السياسية على وجه الخصوص التي تم وصفها بحالة الانسداد السياسي؟ تفضل. نعم، تحية طيبة لك سيدي الكريم وللضيفين الكريمين والمشاهدين الأعزاء. يعني ما يجري الآن في العراق، هذه العقدة التي تتفضل بها، هي نتاج تراكمات منذ 2003 لحد الآن، ونتاج ترحيل أزمات منذ 2003 ولحد الآن. اليوم نحن أمام أزمة، وأزمة مستعصية جدا لأسباب عديدة، أنت ما سألتني على الأسباب وأنا راح أتجاوزها. لكن أقول أن المشكلة، يعني العقدة، هي أنه نفس القيادات والزعامات والكتل والعناوين التي قادت البلد من 2003 إلى الآن هي نفسها تريد أن تجد حلا لهذه الأزمة، وهذا لن يكون. لماذا؟ لأن أساسا يعني هم نتيجة يعني أنتجوا هذه الأزمة، هم الذين أنتجوا هذه الأزمة بسياساتهم، بفسادهم، بفشلهم، بترحيلهم للأزمات إلى اللحظة الحاضرة. السؤال إذن كيف يمكن أن نتجاوز هذه الأزمة؟ حقيقة سيدي الكريم، أنت تعرف يعني في كل دول العالم عندما تمر دولة من الدول بأزمة مستعصية وصعبة، طبعا أقصد الدول الديمقراطية، فإنما تلجأ للدعوة إلى حوار وطني. لماذا حوار وطني؟ أولا، ماذا يعني الحوار الوطني؟ الحوار الوطني يعني أن تشترك مع قوى السلطة قوى مجتمعية، يعني نقابات، مؤسسات، منظمات مجتمع مدني، مفكرين، مثقفين، علماء من مختلف طبقات المجتمع. ذلك الوقت طبعا يسمى
أو يطلق عليه صفة حوار وطني. أما أنه نفس القوى السياسية السلطوية تجلس وتبحث وتتحاور، هذا ما يسموه حوار وطني، هذا يسموه حوار سلطوي. طيب هل برأيك الحوار الوطني دكتور نزار، يعني هذا الحوار الوطني برأيك هل هو قادر على إخراج وإنتاج حل يرضي كافة العراقيين في ظل وجود سلاح أتحدث ومسائل كثيرة معقدة في المشهد؟ لا نعم طبعا القضية معقدة جدا، نعم، لكن الحوار الوطني يتميز بقضيتين. القضية الأولى هو أن المجتمع العراقي ما زال يثق بما دون قوى السلطة، بما دون قوى السلطة، هاي نقطة مهمة. يعني اليوم لما تجتمع قوى السلطة وتتحاور وتتفاوض لإيجاد حل، المجتمع العراقي لا يثق بها كلها، طبعا لا يثق بها، يثق بها فقط المحاذبون، يعني يقول ناخبيهم لا أكثر ولا أقل. فإذا عندما يتسع الحوار ليشمل قوى وطنية خارج السلطة وخارج العملية السياسية، مثل ما قلت، يعني نقابات وغير نقابات وشخصيات ومفكرين وإلى غير ذلك، ذاك الوقت سنعطي أملا للشارع العراقي أنه يابا ترى هالمرة، إذا تسمح لي فقط، ترى هالمرة الحوار حوار وطني وليس حوار سلطوي. هذا أولا. الشيء الثاني سيد الكريم، هذني القوى السياسية عندما تجتمع وتلتقي وتزغلي لبعضها، طيب وهي صار لها 19 سنة تجتمع وتلتقي وتتحاور وتزغي لبعضها، يعني هذا طرح كمان في سؤال عندي أستاذ نزار. بس خلي أكمل هاي، يلا تفضل. لذلك نعم، لذلك أنا أقول أن هذه القوى ما زالت محصورة في الصندوق عندما تفكر. يفترض أن تصغي إلى بلكي مغلوبة على أمرها كونه في تدخل إقليمي كمان في الشأن العراقي، وأنت السيد العارفين. خليني أرجع لعند الأستاذ عباس. أنا دائما يعني أحب وأريد أن أطرح الأمور بشفافية، نسمي الأمور بمسمياتها انطلاقا من الواقعية السياسية. أستاذ غازي، هذا الحوار الوطني برأيك في ظل هذه الظروف وفي ظل كما عنونا الحلقة، يعني أصعب أزمة يمر فيها العراق منذ عام 2003، هل هو كافي لإخراج أو هو الحل الجوهري لإخراج هذا إخراج العراق من هذا التأزم الحاصل أم ماذا؟ نعم، شوف يا سيدي، أنا أثني على ما طرحه الدكتور نزار، يعني بموضوعية وواقعية. تحدثنا في كثير من المجالات وفي كثير من اللقاءات أوضحنا بأنه لا يوجد حل لكل الأزمات إذا ما يكون هناك حوار وطني صحيح. أما عملية ذر الرمادي في العيون وانتقاء الشخصيات وهم يعني هسه يعني بالتفصيل الممل، هم المتفقون في النظام السياسي يتحاورون مع أنفسهم وبالتالي يصدرون قرارات ويطلبون من الطرف الآخر أن ينصاع إلى هذه القرارات، أن ينفذ هذه القرارات. ما هكذا تدار الحوارات. اليوم يجب أن يكون هناك من المعترضون على العملية السياسية. أنا تحدثت في أكثر مجال، قلت حتى شيوخ العشائر، رجال الدين، العلماء، رجال القانون، الإعلاميين، كل المسميات الموجودة في المجتمع العراقي يجب أن تشرك في هذه الحوارات وهذه اللقاءات. لماذا تحجيمهم وتقزيمهم؟ لأن هذه الفصائل وهذه المسميات ستطرح رؤية تختلف عن رؤيتهم، وبالتالي ستغلب هذه الرؤية على الرؤية التي يمتلكونها. هم يريدون المجاملات وبالتالي. ولكن ألا تتفق معي بأن الوضع تغير أستاذ غازي؟ مسألة الصدام الأخير الذي حصل كان بلغة البارود والنار، يعني هناك 30 شخص فقدوا لحياتهم في هذا الصراع الأخير أو في هذه الاشتباكات الأخيرة. من أوصلنا إلى هذه النتيجة؟ هذا العناد، هذا الانغلاق، هذا عدم سماع الطرف الآخر. يعني يصل بالطرف الآخر أن يستخدم لغة دق الجرس، وهذه واحدة من المفردات التي استخدمت في الفترة الأخيرة. اليوم دق الجرس لهذا الطرف أنك لا تهمل الطرف الآخر، يجب أن تسمع خطابه وأن تسمع ما يطرحه، وبالتالي أن تكون هناك قواسم مشتركة ما بين كل الأطراف. أما أن يحضر
يعني القصر الحكومي المتفقون، ولكن المختلفون لا يحضرون. يعني على وفق اي مبدا عقد هذا تعقد هذه المؤتمرات؟ هذه واحده من الاشكاليات اليوم في المشهد السياسي. نريد ان تحضر الاطراف التي لديها رؤيه وطنيه. اليوم المجتمع العراقي يمتلك الكثير من القامات والكثير من الشخصيات والكثير من الطاقات، ولكن اليوم تقزيمهم وتحجيمهم وعدم اعطاء الفرصه لهم هو هذا المشكله اليوم في عمليه انضاج واخراج حوار وبالتالي الوصول الى معطيات. اليوم ما عاد نحتاج الى لغه السلاح، وهي لغه يعني فقدان العقل، تحشيد قوه السلاح واضعاف تحشيد العقل قوه العقل. هذا اليوم نحتاج اليوم ان نستخدم هذه الرؤيه حتى نستطيع. اما ابقاء المشهد على ما هو عليه، على هذه الوضعيه وعلى هذه الشاكله، انا في تقديري لا نصل الى نتائج ولا نصل الى معطيات، وسيبقى المشهد كما هو حسب ما مرسوم له من هذه القوى ان يبقى في هذه الاشكاليه وفي هذا المربع فقط، حتى لا تستطيع القوى الاخرى الوطنيه الموجوده سواء في الداخل او الخارج ان تفرض رؤيتها، وبالتالي تستطيع ان تحقق مشروع وطني متكامل. يجب ان العراق ليس حكرا لطبقه سياسيه معينه بعينها، العراق لكل العراقيين. دعنا نسال عن الدور الكردي استاذ غازي، اسمح لي ان اذهب الى الاستاذ سامي ونسال على وجه الخصوص استاذ سامي مساله الحوار الوطني ونذكر الكرد، الى اي مدى الدور الكردي الان له فعاليه في ظل هذا التأزم في المشهد السياسي العراقي؟ تفضل. صوت الأستاذ سامي غير مسموع. كريمين، أريد أن أشير إلى نقطة مهمة. تفضل. يعني المنطلقات التي يتكلم عنها الضيوف الكرام، ربما إذا كان هناك دولة هي تحظي بقرارها واستقلاليتها، ربما كنا سنلجأ إلى البدء بحوار وطني، او يكون هناك تدخل يعني مشاركه وطنيه لجميع الاطراف ومع تنوع توجهاتها وثقافاتها وكذلك مكوناتها، ولكن واقع عراقي تشكل من خلال مصالح دوليه واقليميه وتوافقت على الواقع العراقي واعطت ادوار للشخصيات وللجهات، أعطتها القوة لكي تكون هي البديل الواقعي باسم العراقيين، تتحكم بالواقع العراقي وهي بالأساس هي تابعة لأطراف أقليمية ودولية. ومع مرور الزمن أصبحت لهذه القوة يعني إمكانيات، أصبح صراعها أو الاستماع إلى أطراف الأقليمية نوع من الخروج عن المألوف، وهو كان سابقا حتى إذا كان بين هؤلاء الأطراف كانت خلافات كانت تركا إلى ما تشير إليه الأطراف الأقليمية وتوافقاتها، ولكن الآن وصلت إلى مرحلة أصبح لهذه المجاميع قوات عسكرية وأيضا في موجودة في صنع القرار السياسي وكذلك في داخل متحكمة في الأمور الاقتصادية ومتحكمة بجميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والأمنية. لذلك هذه الأطراف أصبحت صراعاتها التي أعطت لها هذه القوى الجانب الأقليمي والدولي الآن هي لا تتوافق على المناصب، وهي تحافظ على مصالحها الشخصية على حساب الواقع العراقي. لذلك الخروج من هذا الواقع، الأطراف الأقليمية والدولية لا تستطيع أن تتخلى عن هذه القوى التي هي القوى الفاعلة القوية للتحكم في الواقع العراقي حفاظا على مصالحها، ولا تستطيع أن تأتي بالبديل، ولا تستطيع أن تعطي أو تسمح للقرار الوطني للشعب العراقي لكي تعطي قرارها وتفرضها على تلك الأطراف. لذلك فباعتقادي المسألة العراقية صعبة في هذه المرحلة، ولن يحل بدون توافق أقليمي وبالدرجة الأولى توافق أمريكي إيراني على مستقبل القضية في العراق. أما بالنسبة للطرف الكردي، أنا باعتقادي أن الطرف الكردي له يعني خصوصية كانت حتى قبل 2003، وهي شاركت في العملية السياسية، ومن كانت مبادراتها الأولية هي المشاركة في بناء العراق. لذلك فهي يعني تحظي بنوع من الاستقلالية والتميز عن ما يجري في الساحة العراقية، ولكن أيضا هي داخلة ومؤثرة ولها مكانتها لضبط الموازنة. ما هو هذا التميز أستاذ سامي؟ يعني حتى في البيت الكردي هناك خلاف كردي كردي، هناك الآن جلسات حوار يعني بين باف الطلباني والبرزاني، سيد البرزاني، ولكن دائما
نعم كانت انعكاسات، حتى الانعكاسات على الساحة الكردية أيضا لو نتذكر في قبل 2003 كانت هناك يعني حتى مرحلة التسلح أو وصل الصراع ما بين الأطراف الكردية، ولكن دائما كانت تنتهي بتوافقات فيها الكردي في المعادلة العراقية. أصبحت هناك فقط محاولة تتحكم حتى في التوافق ما بين الداخل العراقي، فمثلا المسائل التقرب الجانب الكردي ارتباطها بجانب معين في الساحة العراقية تؤثر على نوع العلاقة داخل الأقليم، كذلك على المناصب أو توزيع الحصة التي تعتبر للكرد، ولكن في نفس الوقت للكرد تأثير وموازنة للحفاظ على المصالح الأقليمية والدولية باعتبار هي التي توازن ما بين المصالح التركية والإيرانية من طرف، وكذلك العربية وما بين السنة والشيعة أيضا. فهذه الموازنة لو لم يكن الفاعل الكردي موجودا ربما سيكون التوافق أصعب، خاصة طيب. في ظل الصراع الثلاثي الإيراني التركي العربي طيب. وكذلك الصراع طيب أستاذ سامي نعم الساحة العراقية لذلك هناك نقاط طيب حتى تكون عادل نعم. يعني حتى تكون عادل مسألة الوقت ضروري جدا، يعني خليني أوزع الأدوار عليكم بالتساوي. أستاذ نزار الآن بالعودة إلى مسألة الحوار الوطني، برأيكم هل وجود الكاظمي لولاية جديدة هو حل وحيد للخروج من الأزمة في ظل كل هذا التعقيد الذي سلطنا الضوء عليه؟ تتفق مع هذا الطرح أو مع هذه الرؤية أم ماذا؟ لا طبعا لا أتفق معها. يعني كلامك تقول أنه هي الحل الوحيد، مشكلة العراقيين كل مواطن عراقي عندما يتفاوض يقول أن الحل الوحيد كذا، بمعنى أن هناك 40 مليون حل وحيد في العراق، لذلك لا نصل إلى نتائج. لا طبعا هناك يعني احتمالات كثيرة للعبور بهذه الأزمة، واحدة منها هو توافق القوى السياسية على إبقاء السيد الكاظمي، يعني حكومة الكاظمي إبقائه لحين إجراء الانتخابات النيابية المبكرة. هل يملك أحد آخر هذه الحالة التوازنية أستاذ نزار عند تسلم السيد الكاظمي يعني مقاليد الحكومة كما يقال إن صح الوصف هنا، بأنه تم وصفه بهو رجل التوازنات بين الأمريكي والإيراني وهو سيكون طوق نجاة للعراقيين؟ الآن حضرتك والأستاذ غازي وأيضا أستاذ سامي وضعتم اللوم على الحكومات المتعاقبة، يعني كل هذه المشاكل هي مشاكل متراكبة. إعادة هذه الحكومة بقيادة الكاظمي، هل سيختلف شيء جديد أو هل سيخلق شيء جديد في ظل كل هذه الأمور التي عصفت بالعراق؟ ولا تنسى المشاكل الأخرى، مسألة يعني مياه دجلة تكاد أن تجف، مسألة سد أليسو، مسألة أيضا ملف المناخ، يعني مسألة الإرهاب، مسألة الفساد، قائمة طويلة وعريضة. لا شوف، أولا حكومة السيد الكاظمي لم تأتي كنتيجة لانتخابات نيابية، هي الحكومة الوحيدة التي تشكلت جراء أزمة أو خلينا نقول جراء انتفاضة، جراء احتجاجات. في تلك الاحتجاجات، احتجاجات تشرين، الحكومة التي كانت قبله حكومة عبد المهدي قتلت خلال يومين أكثر من 600 محتج وعوقت أو جرحت أكثر من 35,000 محتج. لذلك لولا الاحتجاجات وتدخل المرجعية الدينية العليا والضغط الداخلي وإلى غير ذلك لما سقطت حكومة السيد عبد المهدي وجيء بحكومة السيد الكاظمي. فإذا حكومة السيد الكاظمي هي ليست حكومة بين قوسين دستورية، بمعنى أنها جاءت في إطار دستوري بعد الانتخابات، لا ليست كذلك، وهي كما وإنما هي كما قلت جاءت نتيجة احتجاجات. هاي أولا. الشيء الثاني، اليوم نحن لا طبعا يعني نحن لا نريد أن نبخس حق حكومة السيد الكاظمي، هذا ما تفضلت به أن
السيد الكاظمي نجح بنسبة معينة مقدار معين، نجحت حكومة السيد الكاظمي في إبعاد العراق كونه ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية الإقليمية والإقليمية الدولية، وهذا شيء جيد سواءً كان بنسبة معينة. لكن الذي يدعو الآن بعض القوى السياسية عندما تدعو إلى الإبقاء عليه ليس لتجديد الثقة به مدة 4 سنوات دستورية، لا، وإنما على اعتبار أن المشروع المقترح هو الذهاب إلى انتخابات مبكرة، طبعا وهو المشروع الذي اتفقت عليه كل القوى السياسية من دون استثناء أبدا، على أساس أن 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 تذهب نذهب إلى انتخابات مبكرة جديدة على أن لا تتجاوز مدتها من 4 إلى 6 أشهر، 4 إلى 6 أشهر، يعني نهاية هذا العام أو بداية العام القادم. طيب أنت اليوم إذا تريد تشكل حكومة جديدة، وإحنا عندنا تجربة 19 سنة، يستحيل بالإمكان التوافق على حكومة جديدة، يعني رئيس وزراء جديد وتوزيع وزارات سيادية بالجديد وتوزيع الوزارات مرة أخرى والاتفاق على البرنامج الحكومي، هذا يستحيل يصير أو ينجز قبل 4 إلى 6 أشهر. فيقول لك يعني أصحاب هذا الرأي يقولون يا بس إحنا أمام 4 إلى 6 أشهر نمدد يعني من اللي حكومة الكاظمي طبعا مع بعض التعديلات والترتيبات ونمنح الثقة فقط حتى نصل إلى مرحلة أو إلى يوم الانتخابات بعد 4 إلى 6 أشهر، وذاك الوقت راح نشكل طيب. حكومة كاملة الصلاحية ومدتها 4 أشهر. طيب سامي، طبعا تعرف أستاذي العزيز الآن كل القوى السياسية تقول أن الحكومة القادمة نعم هي حكومة كاملة الصلاحيات لكن مؤقتة أو لفترة معينة. طيب أستاذ نزار، سنسأل عن الشرعية الدستورية إلى أين وصلت وهل فعلا هي على المحك بعد كل هذه الأحداث. أستاذ غازي اللامي، هل الشرعية الدستورية في العراق الآن باتت على المحك أم الدستور موجود والشريعة الدستور موجودة في التعامل بين بغداد وأربيل، بين المتصارعين في المشهد السياسي في الداخل العراقي، أم ماذا أستاذ غازي؟ يعني موضوعة الشرعية يعني الشرعية الدستورية عليها كثير من علامات الاستفهام والكثير من النقاط المهمة التي تخترق في أي لحظة وفي أي وقت عندما تحتاج القوى السياسية لتحقيق مصلحة خاصة لا تلتزم بشرعية القانون والدستور، ولكن عندما تصطدم هذه الشرعية بمصالحها تبدأ تبحث عن الشرعية السياسية والتوقيتات السياسية والبحث عن مخرجات سياسية والقفز على القانون والدستور. هذا اليوم الإشكالية الموجودة في المشهد السياسي العراقي، هذه هي اللي ولدت كل هذه الإخفاقات كل هذه الأزمات، وبالتالي نحتاج اليوم إلى أن يحترم كل ما موجود في الدستور رغم ما عليه كثير من المآخذ والكثير من نقاط الاستفهام، ولكن هذا لا يأتي من خلال ضربة عصا موسى حتى نستطيع أن نغير. يحتاج اليوم إلى توحيد الرؤى والمعطيات والأفكار لدى القوى السياسية وأن تذهب إلى البحث عن مفاتيح لتصحيح هذا المشهد. أما عملية يعني التقاطعات وعملية تقزيم الطرف الآخر وتحجيمه وبالتالي عدم إعطاء الفرصة، هذه اليوم اللي عقدت المشهد السياسي وجعلته في هذا. أنا عندي بس تعقيب إذا تسمح لي يعني على عجالة يعني لما تحدث به الدكتور نزار. نعم الكاظمي جاء لي بي 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 يعني لإنقاذ المشهد السياسي بعد التظاهرات الأخيرة، تظاهرات تشرين التي حدثت، وكان هو كأنه المنقذ للمشهد السياسي، ولكنه في الداخل أستاذ دكتور نزار في الداخل قد أخفق في الكثير من الملفات، لم يحقق برنامجه الحكومي الذي أوعد به الشعب العراقي، محاربة الفاسدين، الضرب بيد من حديد، القتلة، قتلة المتظاهرين اللي كانت في برنامج الحكومي، وتحقيق المستوى المعاشي للعراقيين. تلاحظ جنابك الكريم أنه في زمنه يعني في زمن الكاظم الآن كل المواد الغذائية قد صعدت أسعارها، وبالتالي قد ولدت من عدم الرضا
على ما يقوم به الكاظمي في هذا. نعم لديه علاقات بالخارج قوية، لكن هذه العلاقات لم تستثمر للداخل لتحقيق لتحسين الواقع المعاشي، استثمرها الكاظمي لمصلحته الخاصة لتحقيق لتجميل صورته ليكون كاريزما سياسية يعني دولية، وبالتالي يحتاج من هذه الدول أن تضغط على الداخل حتى تمرر مشروع الكاظمي. الكاظمي اليوم هو فرصة وطوق النجاة لبعض الأحزاب لبعض القوى السياسية في أن تفوز بالانتخابات ويحقق الآن مشروعها. اليوم ما عاد الكاظمي له دور في هذا المشهد، انتهت ورقة الكاظمي لهذه اللحظة، انتهت لأنه يدير أمور تصريف أعمال، ونحتاج اليوم إلى انضاج شخصية جديدة. وأنا بتقديري هذا يؤشر خلل في المشهد السياسي، أنه إعادة الوجوه المحروقة والمستهلكة والتي يعني استمرت في المشهد السياسي، وكأننا قد العراق عقيم بهذه الرجال، ولا يوجد لديه من الرجال أن ينتج رجال يستطيعون أن يحققوا ما يريده أبناء الشعب العراقي. إعادة نفس الوجوه وإدخالها في المكياج السياسي وعملية التجميل السياسي وضخها من جديد وكأنها طوق النجاة، هذا في تقديري بعد لا ينطلع على أبناء الشعب. طيب خليني أسأل سؤال. نعم أستاذ غازي للأستاذ سامي. أستاذ سامي، تحركاتهم الساعة لعقد جلسة برلمان برأيك ما هي أبرز الأسماء المتداولة، وإلى أي مدى سيكون هناك لها تأثير وبصمة في المشهد العراقي؟ أستاذ سامي تفضل. أنا تتكلم عن اجتماع سوداني؟ نعم تفضل. أعتقد تفضل أستاذ سامي. اجتماع السوداني أنا بحاجة التحرك، يعني لو الأطراف ينظر إليها بأن تحضير أستاذ سامي لما يتحرك على إطار التنسيق في الأيام المقبلة، ولكن في نفس الوقت نحن نلاحظ بأن نوع من نوع الاستفزاز والتصعيد عكس ما يطمح إليه الأطراف أو القوى العراقية التي ترمي إلى تهدئة الأوضاع ومن ثم التوافق حول آليات التي من الممكن التوافق عليها للخروج من الأزمة السياسية العراقية. لذلك فأنا لا أنظر إلى هذا الاجتماع بأنه اجتماع حقيقي تخدم المصلحة العراقية، لأن الطرفين السوداني وكذلك البرلمان الذي أصبح بعد إبعاد الصدريين من البرلمان أصبح هم الأطراف التي تمثل الجانب الذي يعتبر هو الخصم الرئيسي للصدري، والخلاف يكون على هؤلاء، وهي تؤشر بأن هناك السيطرة على البرلمان، وهي ترى بأنها سوف تمرر رؤيتها على الشارع، وهو نوع من الاستفزاز للصدريين. وأنا باعتقادي هذا لا يخدم المصلحة الوطنية. كان من الأجدر أن يكون هناك أو عدم إعلان عن هذه الجلسة، أو يكون سريا أو يكون تواصلا غير رسميا ولا يعلن عنها إذا كان عندهم نيات حسنة. ولكن الإعلان عن هذا هو أنا باعتباري أنظر إليها هو نوع من الاستفزاز للطرف الآخر وتعقيد الأمر. أما النقطة الأخرى ربما هي أيضا إشارة بأن هناك نوع من حسم الأمر خاصة بين المداولات الأخيرة، ونوع من عدم الرضا الجانب الكردي وكذلك السني ورفضهم للرؤية الصدرية الأخيرة وتقربهم لإيجاد حل آخر. أنا باعتقادي من هذا المنظور يرى الجبهة الأخرى تحس بالنصر، خاصة الإطار التنسيق، بأن الباب أصبح مفتوحا، وخاصة أن هناك العائق الأكبر أصبح يتزحزح وهو التوافق الكردي حول الرئيس أو تقديم مرشح كردي لرئيس الجمهورية، وهي الحلقة الأصعب. إذا ما وافق الأكراد على أنا مرشح واحد فمعناها أنها ستكون قانونيا تمرير تشكيل الحكومة عبر البرلمان سيكون سهلا. فباعتقادي أيضا هي إشارة بأن ربما هناك نوع من التواصل من طرف آخر، ولكن ليس حسميا، لأن الرد الصدريين وكذلك حتى الأطراف التي تريد أن تتوصل إلى حل مع الإطار وبقية الأطراف أيضا لهم تحفظات بأنه لا يقبلون حتى إذا كان هناك منفذ قانوني وتوافقات، ولكن بدون إدخال الصدريين في المعادلة السياسية فباعتقادي حتى هم لن يرضوا باستمرار المراحل القانونية سواء عبر البرلمان أو تشكيل الحكومة بصورها التي ينظرون بأنها ستكون الحل أو الرؤية الجديدة عبر البرلمان. فباعتقادي نحن في بداية
في البداية لحد الآن، ولم نصل إلى رؤية واضحة لكيفية الخروج من الأزمة التي تمر بها الساحة العراقية. نعم. نقطة في غاية الأهمية طرحتها أستاذ سامي، لابد أن أستثمرها وألقيها بحوزتك أو على مسامعك أستاذ ديزار، مسألة ما الذي ينتظر العراق بعد انسحاب الصدر من العملية السياسية الآن، والتأكيد على هذه النقطة، تفضل. يعني أولا يجب أن نفهم أن السيد الصدر لم ينسحب، لم ولن ينسحب، وما أعلن عنه هو تكتيك يستخدمه منذ 2003 ولحد الآن. يعني عدة مرات انسحب وأغلق مكاتبه وسحب وزراءه، لكنه في نهاية المطاف هو الرقم الأصعب في الساحة العراقية، على خاصة الآن على اعتبار أنه الفائز الأكبر في الانتخابات الأخيرة حتى إذا انسحب من البرلمان، وكذلك هو الذي يمتلك أقوى شارع مطيع له بغض النظر عن نوعية هذه الطاعة، لكن بالنتيجة أثبتت كل الأحداث التي مرت على العراق من 2003 لحد الآن أثبتت أنه هو الزعيم الأقدر على تحشيد الشارع للتأثير على العملية السياسية. هذا من جانب. من جانب آخر، لو طبعا القوى السياسية الكردية وبقية القوى الشيعية والسنية يعرفون هذه الحقيقة، والدليل على ذلك لو أنهم كانوا يتصورون أو كانوا واثقون من أن الصدر بالفعل دخل بيته وأغلق الباب على نفسه لا تشكلت الحكومة برمشة عين، لكن هم يعرفون أن القضية أن هناك كما يقال في المثل أسدا يتربص بهم في مقيم في الحنانة، فلذلك يعني لم يجرؤ أحد أن يتجاوزه أو لا يعيره أهمية. تخيل سيد الكريم، يعني حتى الإطار يتحدث بهذه الطريقة، يقول أننا يجب أن لا نفعل شيئا يستفز الحنانة، وهذا ما يعني شرحه بالتفصيل الدكتور العبادي قبل 3 أيام في تغريدة، وأمس في بيان صدر عن تحالف النصر. طبعا الكرد كذلك يتحدثون بنفس هذه اللغة، السنة يتحدثون بنفس هذه اللغة، والمستقلون كذلك تحت قبة البرلمان يتحدثون بهذه اللغة. هذا معناته أن هناك إجماعا وطنيا إن صح التعبير وبين قوسين يؤكد على حرصه أو حرص هذه القوى السياسية على أن لا تتجاوز رغبات الصدر بأي شكل من الأشكال. إضافة إلى ذلك طبعا المجتمع الدولي كذلك يعني أشار إلى هذه المعاني، منها على سبيل الفرض ما ورد على لسان معاونة وزير الخارجية الأمريكي عندما زارت العراق قبل أسبوع، وكذلك في بيان مجلس الأمن الدولي قبل أسبوعين، وعلى لسان أكثر من مسؤول دولي يعني تمت الإشارة. طيب أستاذ نزار، ضل معي 3 دقائق، دعني أوزعها بالتساوي عليكم، أخذ تعقيب أخير منك أستاذ غازي بدقيقة، تفضل. ولو انطفأت الكهرباء بس راح أتحدث بدون فورة. يلا تفضل. ممكن السؤال أستاذ؟ تعقيب أخير منك، يعني. أنا سعيد جدا، هذه أول حلقاتك معنا في الطاولة المستديرة، على أمل أن تبقى ضيف عزيز أستاذ غازي، تفضل تعقيب أخير. شوف يعني نعم، مثل ما أشار دكتور، وهذا دكتور نزار كل التحيات له، أشار إلى أنه يعني التيار الصدري هو لم يغادر المشهد السياسي، هو لا زال يمتلك مفاتيح كثيرة في المشهد السياسي، وبالتالي يستطيع أن يغير قواعد اللعبة بأي لحظة وبأية فرصة تأتيه، ولكن ينتظر من الأطراف الأخرى أن لا تستفزه عندما غادر وهو يمتلك 73 مقعدا
هذا يعني هذا العدد الكبير من المقاعد هو لم ياتي يعني يتبرع به اعتباطا، ولكنه لغايات يريد ان يبحث مدى مصداقيه القوى السياسيه في التعامل مع تشكيل الحكومه ومع الروح الوطنيه التي جاء بها مشروع السيد مقتدى الصدر. ولكن اليوم نحتاج الى عمليه عدم المجامله وعدم المماطله وعدم حرق الوقت واستغلال الوقت، وبالتالي اللعب على هذا الوقت حتى تأتي. دائما تعودنا، يمكن يشاركني الرأي الدكتور نزار، تعودنا بتشكيل حكومات في الوقت بدل الضايع كما في لعبة القدم، يعني في الأوقات القاتلة. وبالتالي أنا في تقديري هذه السياسة لا زالت يعني متجذرة في عقلية صقور المشهد السياسي. نعم أستاذ غازي. اليوم الذي يمسكون المشهد ده. طيب أستاذ سامي تفضل، تعقيب نعم. أخير منك دقيقة أستاذ سامي. يعني انا باعتقادي الكل يعني متفقون بان الصدريين ليس المقصود بها انسحاب من العمليه السياسيه، انسحاب الصدريين نحن نتكلم عن انسحابها من البرلمان، وهي الخطوه التي هي تكتيك ايضا، والتكتيك الاخر ايضا هو نحن نقول بان الصدريين سيبقون وسيكون بالمرصاد بالعملية السياسية، ولكن ربما هناك سيكون طرق أخرى للتعامل مع الواقع، وهم ينتظرون الأطراف ماذا سيقدمون في الأيام القادمة. وباعتقادي بدون توافقات، وبالنقطة الأخرى بدون تدخل دولي بالدرجة الأولى أمريكي إيراني، وباعتقادي أنهم متفقون بأن يكون هناك تحول سلمي في الساحة العراقية، وسيكون هذا هو القابل في قبل الأيام. ولكن الصعوبة تكمن في صراع الأطراف الداخلية، كيف سترضي هذه الأطراف. وأنا باعتقادي أيضا أي طرف عراقي لا يستطيع أن يتفرد برؤيته ويفرضها على الساحة العراقية، لذلك في النهاية سيكون هناك توافقات، وأيضا هذه التوافقات سيكون ضمن الفاعلين السياسيين العراقيين، ولن يكون هناك إرادة عراقية بما يريده الساحة العراقية، بل القوى الفاعلة المتمكنة في الساحة العراقية هي التي سوف ترجع مرة أخرى. طيب. لتلعب دورها في قادم الأيام، والأيام بيننا. أستاذ نزار بدقيقة تفضل حتى أنهي الطاولة. يعني أنا أقول حقيقة إذا القوى السياسية ظلت تسمع صدى صوتها فسوف لن تصل إلى أي خارطة طريق لحل هذه الأزمة. نعم قد يرحلونها، قد يؤجلونها، ولكنهم سوف يفشلوا في حلها جذريا حتى لا تتكرر بين يوم وآخر. إلى متى يظل العراق في مهب الريح؟ احنا صار لنا 19 سنة مرت على عملية التغيير، التغيير التاريخي الكبرى في العراق، وانتقلنا يعني يفترض أن نكون قد انتقلنا إلى نظام ديمقراطي، لكننا ما زال العراق يشبه حاله حال المخروط الذي يقف على رأسه المدبب غير مستقر وقلق. إلى متى هذا الأمر؟ طيب في واشنطن أستاذ نزار حيدر مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن، شكرا جزيلا لك على كل هذا الكلام القيم، وشكرا لك ضيفي من دهوك أستاذ سامي رياني محلل سياسي على كل هذه الإضاءات، وشكرا لك ضيفي من بغداد أستاذ غازي اللامي باحث في الشأن السياسي على كل الكلام القيم. شكرا عظيم لكم مشاهدينا، دمتم بخير، إلى اللقاء.